الرحمن الرحيم. هنتكلموا دكاترة المحاضرة إن شاء الله، هنكمل باقي محاضراتنا، هنتكلموا على الكلينينج أند شيبينج. عرفنا كيف نقيس الوركينج لينت، أنت تو عندك الوركينج لينت اللي بتشتغل عليه، جاهز إنك تبدأ في توسيع الكنال وتبدأ تدير في انسترومنتيشن الكنال. طبعًا أنتم عارفين إن الإندودك تريتمنت ميرلي كونسيست أوف ثري ستيبس، في ثلاثة ستيبس يحتوي عليها الروت كنال تريتمنت: كلينينج أند شيبينج أوف ذا روت كنال سيستم، ديس انفكشن باي ذا إيريجيشن اللي تكلمنا عليه، وفي الآخر أوبتوريشن اللي هو كيف نسكر الكنال. أوكي، واتس كلينينج أند شيبينج؟ شو معنى كلمة كلينينج دكاترة؟ كلمة كلينينج it comprises the removal of all potential pathogenic content from the root canal system. يعني انت بدي كلينينج للكنال، بتنحي منها اي نيكروتيك تيشو سواء كان او بلبل تيشو، سواء كان فايتل ولا نيكروتيك، مايكرو اورجانيزم، دبرس، كلها المفروض يتنحى من الكنال. الشيبينج انك انت اتس ذا استابليشمنت اوف سبيسيفيكالي شيبينج كافيتي ويتش بيرفورم داون رول اوف، يعني المفروض انت يعني لو انا نحيت مثلا البلبس من الكنال ودرت اريجيشن، اولا الكيميكال اريجيشن بتاعك مش هيخش في الكنال كلها، علاش ان الكنال نارو في البدايه، الكنال خير فيري نارو، فلازم انا نجي نوسع الكنال ونعطيها شكل 3 دايمنشنال ثلاثي الابعاد، بحيث ان الكنال تكون من فوق واسعه ومغلقه ضيقه، او من الكورونال بارت تكون واسعه ومن الابيكال بارت تكون سمول، تعطيني اللي هي الكونيكال شيب. اوكي، بحيث اننا نقدر لما نجي ندير الاريجيشن، الاريجيشن حيوصل للابيكال بارت، ولما نجي ندير الاوبتوريشن نقدر نعبي الكنال بطريقه سليمه. فالمفروض الشيب بتاعي يكون 3 دايمنشنال اكسس انتو ذا كانال، كريتنج ابيكال بريبريشن، المفروض الابيكال بريبريشن بتاعي يكون از سمول از بوسيبل. اوكي، ما نحاولش نوسع الابيكال كونستركشن هلبا، حنوسع على المقدار اللي نقدر نوصل بالنيدل بتاع الاريجيشن لل الى الابيكال بارت باش نبدا ندير الاريجيشن. وطبعا الكورونال بارت حنوسع ايضا اكثر من الابيكال بارت باش نعطي اللي هو الكونيكال شيب، ونقدر ندير فاينل اوبتوريشن ونقدر ندخل الفايل ايزلي. واتس ذا اوبجيكتيف اوف ذا روت كانال بريباريشن؟ الاوبجيكتيف عندي طبعا ميكانيكال اوبجيكتيف، بايولوجيكال اوبجيكتيفز، كلينيكال اوبجيكتيف. بالنسبه للميكانيكال اوبجيكتيف، اول حاجه ذا روت كانال بريباريشن شود ديفلوب كونتينوز تيبرين كون، لازم الكنال بريباريشن بتاعي يكون شكله زي الكون، يعني واسع من فوق ونارو من الابيكال بارت. making the preparation in the multiple plane which introduce the concept of flow، لازم البريبريشن بتاعي يكون in the multiple plane، يعني 3 dimensional. المفروض انا نشتغل على الوالز بتاع الكنال كلها، اوكي، بحيث ان الكنال بتاعي في الاخر بعد ما نكمل تكون انسيابيه، يعني لما نجي ندخل الكاتابيك تخش بسهوله، اوكي، وما فيش اي حاجه تشد لي الكنال. making the canal narrow apically، وهذه قلنا قاعده اساسيه، لازم الكنال apically تكون narrow وكورنال تكون wide، اوكي، باش نقدر نتحكم في الاوبتوريشن وفي الاوريجيشن. avoid transportation of the foramen، لازم نحافظ على الشكل الحقيقي بتاع الكنال، ما نحاولش نغير في مسار الكنال. keep the apical opening as small as possible، وهذه مهمه جدا للدكاتره، الابيكال كونستركشن تكلمنا عليه، لازم نحافظ عليه كل ما كان سمول كل ما كان احسن، وقلنا هذا عن طريق ان نشتغل على الوركينج لينت المضبوط وما نشتغلش اوفر وركينج لينت. هذه بالنسبه للميكانيكال. نزول البيولوجيكال اوبجيكتيف، البروسيجر شود بي كونفاين تو ذا روت كانال سبيس، لازم البروسيجر بتاعي تكون متوافقه مع شكل الكنال او مع السبيس بتاع الكنال. اول انفكتد بلبل تيشو البكتيريا سواء بكتيريا اند باي برودكت شود بي ريموفد فروم ذا روت كانال. النيكروتيك دبريس شود بي نوت فورسد بري ابيكالي، المفروض ما نحاولش ندفع الدبريس في البري ابيكال اريا. سافيشنت سبيس فور انترا كانال ميديكمنتس اند ايريجنت شود بي كريتد، لازم نوسع الكنال كويس بحيث ان نقدر ندخل في فعل الاريجيشن، ولو بنستعمل انترا كانال ميديكمنتس نقدر نحط الميديكمنتس في الكنال. كل الشيء اللي نديره فيه دكاتره احنا باش نقدر باش الكنال تقدر تستقبل الاريجيشن والاوبتوريشن ماتيريال. كلينيكال اوبجيكتيف، طبعا اول حاجه الكلينيكال اوبجيكتيف ستيبس بتاعي ريموفال اوف اوفرلاينج دنتين كوز سمود
internal walls and provide straight line access to the root canals. هنا لما بجي تفتح access لازم اي دنتين جاي من فوق الاورفيس يتنحى، لازم تحصل على straight line access اللي تكلمنا عليه سابقا في ميني في الاكسس كافيتي. After obturation there should be complete sealing of the pulp chamber and the access cavity so as to prevent micro leakage. كل الدراسات الحديثة يا دكاترة أعطتني إن الكورونال ليكج أكثر حاجة تسبب الفيلير، فلذلك دائما ننصح إنك أنت بعد ما تدير obturation مباشرة لازم تسكر السن، ما تحاولش تحط إف أو تنبرع الفيلينج. يا ريت إنك أنت بعد ما حتى لو بتحط تنبرع الفيلينج على الأقل دير فلو بالكمزة فوق الأورفس سكرها أو جلاس أو أي حاجة، دير كورونال سيل كويس بعدين حط إف بتاعك وكمل شغلك، بس لازم ندير كورونال سيل لأن أكثر حاجة ممكن الإف بتاعك يكون ممتاز، لكن أنت ما تديرش كورونال سيل كويس فيصير لك فيلير في الروت كانال تريتمنت. The tooth should be restored with permanent restoration to maintain its form. لازم طبعا بعد ما نكمل لأنه بتاعي لازم ندير restoration كويسة للسن، سواء كانت restoration عادية أو crown أو whatever شنو السن تحتاج. علاش؟ باش السن ترجع للفانكشن بتاعها وتعطي الاستاتيك بتاعها المظبوط. أوكي، هذا بالنسبة للكلينيكال objective. What's the instrument used for radicular preparation؟ شو الأدوات اللي نستعمل فيها هنا باش نوسع بها الكنال؟ عندي الهاند instrument اللي نستعملها بيدي اللي هي الفايلس والبروشز. البربل بروش هذا زمان كنا نستعمل فيه أو استعماله هو اللي كنت تنحي به البلب، يعني في الوقت الحالي ماش نستحقه له، هل بلنا أوريدي الفايل حينحي لك البلب التيشو. وطبعا الفايلس بأنواعها اللي خذناها في الانسترومنت سواء كانت كي فايل ولا اتش فايل ولا حديثا توفي نيكل تيتانيوم فايل اللي هي روتري انسترومنت. عندي روتري انسترومنت زي الجيتس جايدن دريل، زمان كنا نستعمله في الجيتس جايدن دريل، او الروتري فايل بجميع انواعها، اكزامبل على البروتيبر البروفايل البريتر تيبر، هذه كلها انواع قديمه يعني، بس توفي هل شركات يعني الاف الشركات دارت روتري فايل بانواع مختلفه، او ممكن نستعمل الالتراسونيك او السونيك، وممكن حديثا قاعدين يديروا في دراسات واستعمال الابلكيشن اوف ذا ليزر ان ذا دنتستري. شنو الطرق ديفرنت ميثودز او ديفرنت سوري موفمنتس اوف انسترومنتس؟ انت لو شديت فايل في ايدي دكتور شنو الحركات المختلفه اللي تقدر تديرها بالفايل؟ الفايل عندي حاجه اسمها بوش اند بول زي الرسمه الاولى اللي على اليسار، يعني بوش اند بول اب اند داون موشن. ممكن في حركة اسمها ريمينج فايل، هذا زمان كنا نستعمله في ريمر. الريمر طبعا انك انت تلف الفايل كونتينوز روتيشن، نقول عليها ريمينج فايل كأنك تلف في مسمار. عندنا حاجة اسمها تورن اند بول، يعني تلف يمين يسار وتسحب، تلف يمين يسار وتسحب. عندنا حاجة اسمها واتش ويندنج، وهذه أهم موفمنت نستعمله فيها في الاندو، اكتر موفمنت نستعمله فيها في الاندو وحتستعملها اسمها واتش ويندنج. واتش ويندنج انك انت الفايل تحرك يمين يسار يمين يسار مع شنو؟ مع انك انت تدخل بوش، تدير بوش للفايل ويمين يسار يمين يسار هنا وداوت بريشر، طبعا هذه اسمها واتش ويندنج موشن. البالانس فورس طبعا حنتكلم عليها ايضا، شو معنى البالانس فورس؟ فلوجود ريمينج اكشن اتس ريبيتد كلوك وايز، يعني انت بتلف الفايل مع عقارب الساعه وريبيتد. اوكي، وكنا هذه زمان نستعمله فيها مع الريمر، بس يعني في الوقت الحالي ما عادش نستعمله فيها. هلبا عندنا في حاجه اسمها او موفمنت اسمها الفايلنج اكشن، هي عباره عن بوش بول فقط، بوش بول فقط وداوت روتيشن. اوكي، وقلنا ايضا حتى هذه كنا نستعمله فيها مع الريمر او مع الاتش فايل. اوكي، بوش اند بول موشن. عندنا في كومباينيشن اوف ريمينج اند فايلنج، يعني انك انت بتدير كومباينيشن بيناتهم الزوز، عباره عن انك انت بتدير كوارتر تيرن كلوك وايز، يعني بتدير ربع لفه مع عقارب الساعه ود ابيكال بريشر، وبعدين بتدير ود درو بتسحب الفايل وتلفها بالعكس. هذه نسموها كومباينيشن اوف ريمينج اند فايلنج. عندي طبعا البالانسد فورس تكنيك. البالانسد فورس تكنيك هذه عباره انك انت بتدير انسيرشن للفايل وانت تدخل فيه الدخله، يعني تدخل فيه وتلف، يعني تلف الفايل وتدير له في انسيرشن. اللفه هي تقريبا 60 ديجري مع عقارب الساعه مع ابيكال بوشنج. اوكي، ولما يوصل في الابيكال تجي تلفه 120 ديجري عكس عقارب الساعه، يعني تلفه الدخله 60 ديجري وبعدين تجي تلفه 120 كلوك وايز او انتي كلوك وايز.
اوكي هذه زي ما فيها بالانس فورس تكنيك. التكنيك هذه حلوه في عمليه الابيكال بريبريشن. الناس تشتغل مانوال، لما انت تشتغل مانوال بيجي دي بريبريشن في الابيكال بارت، وبتحاول انك انت تحافظ على او تحصل على التوب باك كويسه، فتشتغل بالتكنيك هذه. يعني تلف الفايل 60 ديجري مع عقرب الساعه، بعدين لما بيجي تطلع الديل تلفها او لما بتغير فصل كمان في يوصل الابيكال بارت تلفها 120 ديجري عكس عقرب الساعه. اللفه هذه حتدير لك كاتنج للدنتين، ولما بيجي تطلع تديرها 60 ديجري ايضا ود روتيشن مع عقرب الساعه، فيطلع معك الفايل. الواتش ويند موشن هذه اهم موشن هنستعملها هلبة في الاندو، هي عبارة عن جنتل رايت اند ليفت روكينج موشن. روكينج موشن عادية، يمين يسار يمين يسار يمين يسار وجنتل، which causes the instrument to cut while light and hold pressure. يعني هي تقطع بس تقطع في ستريت ارو وفي نفس الوقت ود لايت بريشر. اوكي فالفايل هنا هيخش ويتبع الاناتومي بتاع السن بطريقه او بتاع الكمال بطريقه سلسه جدا. اوكي اللفه بتاعي تقريبا اللي بديها دي من يسار تقريبا 30 ديجري اتش او، يعني 30 ديجري هيك و30 ديجري هيك، هذه يسموها فيها واتش ويندينج موشن. طبعا ممكن تدير تقدر تدير واتش ويندينج موشن مع بول موشن، يعني يمين يسار وتسحب برا يمين يسار وتسحب برا، هذه ممكن تستعملها مع الهيد ستروم فايل اللي هو الاتش فايل، او ايضا مع ممكن نستعملها حتى مع الكي فايل يسموها فيها واتش ويندينج اند بول موشن. طبعا شنو الموشنز اوف انسترومنت فور كليننج اند شيبنج؟ لما انت بتجي تدير كليننج اند شيبنج يدوي يعني بايدك، شنو الحركات اللي ممكن تديرها؟ في حاجه اسمها فولو. فولو انك انت لازم قال لك تدير حاجه اسمها بري كيرف للفايل. دكتور قبل ما تجي تدخل الفايل في الكنال وخاصه الفايلات الانيشال سواء كانت 8 ولا 10، تعال دير له بري كيرف، يعني تعال الاول 2 ملم من الفايل واتنيهم شويه، هذه يسموها فيها بري كيرف. هنا علاش دير هيك انت؟ باش الفايل يتبع الكنال كيرفتشر، نسموها فيها الحركه هذه نسموها فيها فولو، اللي هي بري كيرف للفايل تو فولو كنال كيرفتشر. تو فولو كمان كيرفتشر سواء كان في تدخيل الفايل او في خروج الفايل. اوكي في حاجه اسمها سموث. سموث يعني سموثنج ان سيركمفرنشال فايلنج از يوجوالي اكومبليشد وذ فايلز. يعني طول ما انت تنظف او توسع حاول دائما شو تدير؟ تدير لفه للفايل يمين ويسار باش نحاول ندير سموثنج للوولز اوكي بتاع الكمال. وفي حاجه اسمها باتنسي، وهذه مهمه. شمعنى كلمه باتنسي؟ اتس اتشيفد ويد فايلس اور ريمر، ات مينز سمبلي ذات ذا بورتال اوف اكزيت هاز بين كليرد اوف اني ديبريس ان اتس بات. يعني كلمه باتنسي انك انت بتاخذ اول قبل ما تبدا في البريبريشن بتاعك او حتى في النص، يعني بتوين ذا كمان او بتوين ذا انسترومنتيشن، يعني ما بين الفايلات، تاخذ الفايل 10 وتجي تدخله فاست كمان. اوكي تدخله بحركه اللي هي اللي قلنا عليها دي ويندنج موشن او واتش ويندنج موشن. اوكي دخل الفايل لحد ما يطلع من الابيكافون ويطلع. اوكي تتاكد ان الكنال هنا خيرها اوبن كومبليتلي اوبن من الابيكال اورفيس لحد الابيكال فورامن. ولو ممكن تدير الحركه هذه ما بين الفايلات بحيث انه لو في اي دبريس في الطريق تنفتح. اوكي شنو البيزك برنسبل اوف كمال انسترومنتيشن؟ اول حاجه قلنا لازم شو بدي ستريت لاين اكسس تو روت كنال سيستم، لازم يكون عندي ستريت لاين اكسس وتكلمنا عليه. لازم يكون عندي كوبوس اريجيشن، لازم ندير اريجيشن بتوين ذا انسترومنت. prepared canal should be retained its original form، لازم نحافظ على الشكل الحقيقي بتاع الكنال وما نحاولش نغير فيه، يعني صح نوسع في الكنال لكن نخليها بنفس الشكل، يعني الاوريجينال فورم اند شيب. exploration of orifice should be done with smaller file to gauge the canal size and configuration، لازم اول فايل نبدا به يكون صغير، ممكن يكون 10 ممكن يكون 8، بحيث ان نعرف كم الدايمتر بتاع الكنال اللي بنبدا به، كم قطرها في الوقت الحالي، ممكن 8 ممكن 10 ممكن 15 على حسب. احسن فايل ديما نبدا به از انيشال فايل هو الفايل رقم 10، كي فايل 10 كي فايل 10 دكاتره. كمان اللارجمنت شود بي دن يوزنج انسترومنت ان سيكونشال اوردر، ما تحاولش تنجز الفايلات، لازم الفايلات يكونوا يمشوا بالترتيب، يعني لما بتزيد السايز بتاع الفايلات في التوسيع يكون السايز بتاعك ترتيب طبيعي.
دخلت العشرة بعد ال 15 بعد ال 20 قلنا عمليه اننا ننجز من فايل لفايل هذه ما نستعملهاش. فلوتس شود بي كليند اند انسبكتد افتر اتش ريموفل. كل ما تدخل الفايل وتطلعه وتبي ترده ثاني قبل ما ترده في حاجه اسمها الفلوتس اللي هي اللي موجوده على الفايل الحزات هذه بتاع الفايل حاول تنظفها لو في اي دبرس لازم تنظفها واشبح الفايل بعينك ممكن يكون الفايل مكسور ممكن يكون يعطيك علامات انه هو بيتكسر. Never force the instrument in the canal. ما تحاولش تضغط الانسترومنت في الكنال الانسترومنت ما تحاولش تديرها فورس في الكنال سواء كان هاند انسترومنت ولا روتري انسترومنت. Recapitulation is regularly done to loosen the bris. ايش معنى recapitulation؟ هي الحركه اللي قلنا بنديروها بمني بفايل 10 قال لك ديما بين الفايلات طول ما انت تدير في irrigation خد فايل 10 يعني لو انت خشيت مثلا بفايل 30 درت irrigation بعدها قبل ما تمشي لل 35 خد فايل 10 دخله وطلعها في الكنال بحيث انه لو في اي دبرس في الطريق حينحاها الفايل. اوكي ما نحاولش ندير اوفر preparation and too aggressive over enlargement of curved canal should be avoided. يعني لو انت عندك كنال كيرف او كنال نارو ما نحاولش نوسعها هلبا بحيث اني نحن ندير weakening rear suction ممكن ندير حاجه اسمها lateral strip perforation يعني ندير perforation في اللاترال في اللاترال وول بتاع الكنال. Overusing of large files must be avoided as it may result in further enlargement. طبعا خلاص في الوقت الحالي احنا وصلنا لمرحله ان احنا ما عادش في داعي نوسع الكنال لارقام كبيره هلبا. زمان كانوا فيه اليوم 140 و 120 وال 180 وال 70 ما عادش في الارقام هذه في الوقت الحالي وما عادش نوصلوا الى الارقام هي كلها. اوكي فالمفروض انا دكاتره عندي قاعده نحفظها ان ما نوسعش الكنال هلبا بنوسعها بحيث نقدر ندير اريجيشن الابيكال بارت ونقدر ندير اوبتيوريشن وفي نفس الوقت نحافظ على المين اوريجينال فورم اند شيب. شنو التكنيكس اوف روت كانال بريباريشن؟ عندي تو ابروشز فور بايوميكانيكال بريباريشن يا اما ابيكال تو كورونال تكنيك يعني يا اما بتوسع في الابيكال بارت وبعدين بتركب بتوسع وين؟ في الكورونال بارت يا اما العكس بتوسع كورونالي وبعدين تمشي ابيكالي يعني في حاجه اسمها يعني بتوسع فوق وبعدين تنزل لوطه او بتوسع في الابيكال بارت وبعدين تركب فوق. ابيكال تو كورونال عندي شنو هو الابيكال تو كورونال؟ يعني نوسع في الابيكال بارت وبعدين نركب نوسع الكورونال بارت. عندي ستاندرايزد تكنيك اوف كانال بريباريشن، عندنا ستيب باك تكنيك المشهوره، عندنا الموديفايد ستيب باك تكنيك والباسيف ستيب باك تكنيك. الكورونال تو ابيكال طبعا هي نسمي فيها كراون داون تكنيك يعني نبدا من فوق بننزل لوطه. عندنا حاجه اسمها ستيب داون تكنيك، كراون داون تكنيك، هايبريد تكنيك اوف كانال بريباريشن، بالانسد فورس تكنيك، ريفرس بالانسد فورس بريباريشن، دبل فلير تكنيك، موديفايد دبل فلير تكنيك. كل التكنيكس هذه طبعا تكنيك قديمه وكل واحد اعطيه فكره كيف نوسع الكنال بس في الاخر يعني بنوصل الى نفس النتيجه يعني. شنو هي ستاندرايزد بريباريشن تكنيك؟ قلنا هي عباره على ابيكال تو ذا كورونال بريباريشن يعني هو بيوسع هنا بيوسع الابيكال بارت وبعدين بيوسع الكورونال بارت. كيف التكنيك هذا؟ بكل بساطه اول حاجه انت بتحدد الورك لينث زي ما اتفقنا، بتاخذ الانيشال ابيكال فايل ممكن يكون 10 بندخله في الكنال، حددت الوركينج لينث دكاتره طلع الوركينج لينث مثلا 20 بتشتغل بالفايل 10 بالويندنج موشن اللي اتكلمنا عليها. اوكي او بالفايلنج موشن سيركمفرنشال فايلنج تو انكريز الابيكال كونستريكشن. اوكي بتاخذ ثلاثه فايلات او ثلاثه فايلات اكبر من الانيشال فايل اللي بديت بيه، يعني انت لو بديت بفايل 10 هتاخذ بعدها 15 20 و25 هذا وين؟ في الابيكال بارت. يعني بتوصل الابيكال بارت لحد ال 25. اوكي بعد ما كملت وصلت الابيكال بارت ل 25 اوكي خلاص هنا كملت التكنيك بتاعك. اوكي بعدين بتجي فوق بتوسع يعني بتجي بتدير اوبتيوريشن. طبعا التكنيك هذه يعني انت ما وسعتش كويس كورنال. اوكي الكنال قاعده نارو ما اعتقدش الاريجيشن مش هيوصل للابيكال بارت مش هتقدر تدير اوبتيوريشن كويس فايس اول تكنيك. جو بعدين اعطوني ستيب باك تكنيك. ستيب باك تكنيك قال لك انك انت بتدير بريباريشن للكنال على مرحلتين، المرحله الاولى انك انت بتدير بريباريشن للابيكال كونستركشن والمرحله الثانيه بتدير بريباريشن لباقي الكنال. كيف بتدير بريباريشن للابيكال كونستركشن؟ المرحله الاولى بنفس الفكره تقريبا انك انت بعد ما تفتح اكسس كافيتي وتتحصل على ستريت لاين اكسس وتجي تحدد الوركينج لينث بتاعك
تاخذ الفيرست انسترومنت اللي هو الانيشال فايل بوتش ويندنج موشن، تدخله لحد الوركينج ليمت اللي انت اخذتها اوكي، وتبدا توسع في الابيكال بارت، تبدا توسع في الابيكال بارت، يعني خشيت الفايل 10 نوسع بالفايل 10، بعدين نطلع الفايل ونجي اول ما يبدا الفايل لوس يعني الفايل خلاص يبدا يتحرك فري في الكنال، نجي ندير يعني ايريجيشن للكنال وعلى طول نمشي للفايل اللي بعده. قالت لحد ما توصل للفايل 25 كي فايل، يعني لازم نوصل الفايل رقم 25 اللي هو الاحمر، الفايل الاحمر اوكي يكون كي فايل، يعني الابيكال كونستريكشن بتاعك كان يبدا القطر اللي كان القطر بدايه كان 10 يولي 25 اوكي، وصلت الفايل 25 شنجي قال لك هذا على الوركينج لينث، يعني انت الوركينج لينث بتاعك 20 دخلت الفايل 25 على ال 20، بمعنى يعني انت خشيت بفايل 10 وسعت الكنال بويندنج واتش ويندنج موشن، بعدين درت اريجيشن خشيت بفايل 15 نفس الستبس، الفايل 15 ولا لوس، خشيت درت اريجيشن مشيت للفايل 20 وهكذا وصلت الفايل 25 على نفس الطول اللي هو الوركينج لينث اللي احنا خديناه. اوكي وصلنا ل 25 شنجي قال لك نبدا في المرحله الثانيه، المرحله الثانيه بنوسع باقي الكنال، قال لك هني بتبدا شنو تدير؟ بتبدا كل ما تكبر رقم في الفايلات بعد 25 تنقص 1 ملي، يعني انت وصلت ل 25 لما بجي تاخذ 30 ما تشتغلش على نفس الطول اللي انت كنت تشتغل عليه اللي هو ال 20، اشتغل لا على 19 اوكي، وبنفس الحركه اللي هو واتش ويننج موشن اوكي، وبعد ما تكمل دير اريجيشن ودير ريكابتوليشن اوكي، بعدين نمشي للفايل اللي بعده اللي هو ال 35 هنا ننقص 2 ملم، يعني ما نشتغلش على 19 نشتغل على 18 وهكذا، كل ما بنكبر فايل ننقص 1 ملم لحد ما نوصل تقريبا لمني؟ لحد ما نوصل الى الفايل 55، لحد ما نوصل الى الفايل 55 اوكي. واضحه يعني مين مثلا لما هنا وصلت للفايل 45 نقصت 4 ملم على الوركينج لينث، ونفس الفكره 50 نفس الفكره اوكي. هذه نسميها فيها دكاتره ستيب باك تكنيك، هتلاحظوا ان المنظر بتاع الكنال جاي بالشكل هذا، الستبس هذه او الدرجات هي اللي تكونت، هل مخليها هيك؟ لا ما خلاهاش هيك، قال لك ما بين الفايلات اهم اللي هم الكبار يعني اللي بعد ال 25 خش بالماستر فايل ام اي اف اللي هو الماستر فايل اللي انت وصلت له بتاع ال 25 اوكي، هنخش بيه بتوين ذا فايلز باش نقدر نحي الستبس هي او الدرجات هذه يلغيها لي الفايل 25، هذه نسمي فيها قلنا ريكابتوليشن، فنخش بفايل 25 اوكي ما بين الفايلات اللي احنا استعملناهم، هذه نسمي فيها دكاتره ستيب باك تكنيك اوكي. شنو الفاريشن او شنو الميزات بتاع ستيب باك تكنيك؟ ميزتها ان هي حتعطيني سمول ابيكال بريبريشن وحتعطيني لارج كورونال بريبريشن في الكنال. الفاريشن اللي ممكن نديرها في ستيب باك تكنيك ان ليه الكورونال بارد هذا بدل ما نوسع بالهاند فايل ممكن ناخذ جيتس جايدن دريل ونوسع به الكورونال بارت، هذه ممكن نديرها كفاريشن او كموديفيكيشن في الستيب باك تكنيك. شو الادفانتج بتاعها؟ مور فلير ات كورونال بارت اوف ذا روت كانال ود بروبر ابيكال ستوب، يعني ميزتها انك انت وسعت الكورونال بارت كويس والابيكال ستوب كان صغير 80 بي 25، وهذه طبعا اكثر تكنيك احنا زمان كنا نخدم بها، وفي ناس اللي قاعده تشتغل معنا وقاعدين يشتغلوا بالتكنيك هذه، طبعا بس فيها عيوب ان هي ديفيكالت تو ايريجيت ابيكال ريجن، باش انا النيدل بتاعي تخش للابيكال بارت صعب، لان انا ما دبتش كورونال فيلنج كويس او ما وسعتش الكنال كويس، فما يقدرش الاريجيشن يوصل للابيكال بارت، البوش الدبريس اللي بتطلع من الكنال كلها هتمشي ابيكالي، طبعا تايم كونسيومنج هلبه، اتروجينيك ايرور فيها عاليه زي الليدج وزي البرفوريشن والبروكن انسترومنت، طبعا مور تشانس اوف انسترومنت فراكشر، هذه كل الادفانتج بتاع ستيب باك تكنيك. دار موديفايد في ستيب باك تكنيك اللي هي بريبريشن از كومبليت ان ابيكال تيرد، يعني قال لك بعد ما تكمل البريبريشن في الابيكال تيرد بنفس الطريقه اللي حكينا عليها، قال لك جي دير ما تنقصش 1 مللي، لا قال لك نقص من 2 ل 3 مللي اقصر من الابيكال كونستريكشن، وابدا اشتغل بنفس الفايلات وبنفس الستبس، وممكن نديرها بالجيتس جايدن دريل، هذه نسميها موديفايد ستيب باك تكنيك.
في حاجه اسمها باسيف ستيب باك تكنيك ادارها توربين جاد في 1994، هي عباره عن كومباينيشن ما بين الروتري والهاند. قال لك شنو نجي ندير؟ الابيكال بارت نجي نوسعها بالهاند انسترومنت اوكي فور ذا روت كالبريشن، وبعدين باقي الكمال نجي نكمله بميني او الكورونال بارت بتاع الكمال نكمله بالروتري، يعني هو كومباينيشن ما بين الروتري وما بين المانوال. بعد ستيب باك تكنيك طبعا دكاتره، لو نجي نشوف ستيب باك تكنيك قلنا حنلاقيها كلها اغلبها او كلها عيوب. تكلمنا عن ستيب باك تكنيك، نبدا في الكراون داون تكنيك. قلنا ستيب باك تكنيك عيوبها ان هي دبرس يمشي ابيكالي، ما يجيش الاريجيشن الابيكالي بارت كويس، كونسيومينج تايم. بينما الكراون داون تكنيك يعني حنبدا نوسع كورونالي وبعدين نمشي في الابيكال بارت دكاتره، وطبعا هذا واقعيا انه هو اسهل، نوسع في الكورونال بارت وبعدين ننزل الابيكال بارت. اول ما بدوا في الكراون داون تكنيك كانوا ياخذوا في الجيتس جايدن بيرز او دريل ويجي يوسع الابيكال الكورونال بارت قبل، وبعدين يخش للابيكال بارت او الابيكال تيرد بالفايل ويوسعها الى 25، يوسع الابيكال كونستركشن الى 25 ويوقف ويبكي دار كراون داون تكنيك. كيف الستبس بتاعها؟ اولا يفتح اكسس ويتحصل على ستريت لاين اكسس وذا روت كانال سيستم، يجي يعبي الاكسس كافيتي بالاريجيشن، يدير بري فليرنج اوف ذا كورونال تيرد، يجي للكورونال تيرد اوكي ويخش بميني بالجيتس جايدن دريل، يخش بالاكبر وبعدين هو يصغر، يعني يخش برقم 3 مثلا اللي هو الاي، بعدين يخش برقم 2 بي، بعدين يخش برقم 1 سي، لين حد ما يوصل تقريبا عند الميدل اوف ذا روت كانال. اوكي قال لك هنا ما نحاولش نستعمل اكسس فيوز اوف جايدن دريل، علاش؟ لان لو وسعت هلبة هديله حاجه منظرها زي الكوك بوتل ابيرنس، تبدا موسع الكنال من فوق هلبة، وهذا كله يدير لي ويكننج للتوت استراكشر، وحيبان في الاكس راي بالمظهر هذا. خلاص انا بعد ما كملت مين قعد لي دكاتره؟ قعد لي الابيكال تيرد، الابيكال تيرد هذا بنجي بنوسع بميني بالفايل بالكي فايل اللي موجوده عندي. تمام هنبدا باللارج فايل بالاكبر وبعدين نقعد نصغر، يعني مثلا نبدا ممكن بال 45 بعدين نصغر الى 40 وننزل ننزل لحد ما نوصل وين؟ الى الابيكال بارت، لحد ما نوصل للابيكال بارت. طبعا نضيف اريجيشن بتوين ذا فايل، نضيف ريكابتوليشن بتوين ذا فايل، حيبدا منظر الكنال بالشكل هذا، واللي بريبير التابل بريباريشن اوف ذا روت كانال. الطريقه كانت احسن واسهل بهلبة من اللي هو الستيب باك تكنيك. الدبرس كله يمشي فوق ما ينزلش لوطه، الاريجيشن يقدر يوصل للابيكال بارت ويعطيني حتى شكل الكنال احسن واوسع واريح في الاوبتوليشن. طبعا احنا تو في الوقت الحالي بدنا وصلنا لمرحله الروتري، كل الكلام هذا بدنا نديله فيه بالروتري فايل، يعني عندنا جهاز روتري ونشتغلوا به الروتري فايل، الروتري فايل طبعا نشتغلوا به بنفس التكنيك هذا تقريبا اللي هي الكراون داون تكنيك، بس الكلام كله نديره فيه بالروتري. يعني الروتري فايل عباره لانه بيعطيني فايل يدير لي بري فليرنج للكورونال تيرد، نسمى فيه اوبننج او كورونال فليرنج فايل. بعدين عندي فايلات تدير لي في بريبريشن في الميدل بارت، وبعدين عندي فايلات تدير لي في بريبريشن في الابيكال بارت. بالكراون داون تكنيك نشتغل حنلاقي نفسي اني نظفت الكنال كلها. اوكي هذا بالنسبه للكراون داون تكنيك، وهي تعتبر دكاتره افضل تكنيك في الروت كانال تريتمنت، وهذه تقريبا اللي حتشتغلوا بها لان الشغل كله تو بروتري. عندي حاجه اسمها بالانسد فورس تكنيك، هتيجي تكنيك قديمه اللي هي بالبالانس تكنيك، كلها بالهاند فايل مانوال، يعني اليوم بالبالانس فورس موشن او موفمنت اللي تكلمنا عنها بكري، انك انت تدخل الفايل كلوك وايز وداوت بريشر 60 ديجري كلوك وايز وداوت بريشر لحد ما يوصل وين؟ لحد ما يوصل الى الابيكال بارت. اول ما يوصل الابيكال بارت او الوركنج لينت بتاعك على طول نبدا ندير في كاتنج للدنتين. كيف ندير كاتنج للدنتين؟ يعني بنلف الفايل
انتي كلوك وايز تقريبا في 120 ديجري. اوكي اللفه هذه حدين لي كاتنج في الدنتين في اللي موجود في الابيكال بارت، وبعدين بنجي نطلع الفايل باش نبي نسحب الدبرس اللي نقطعته، بنجي نبدا باللفه 60 مع عقارب الساعه وبنبدا برا الفايل. هذه اسمها بالانسد فورس تكنيك. التكنيك هي كويسه في الهايبريد تكنيك. شو معنى هايبريد تكنيك؟ يعني انت مثلا تبي تشتغل بالروتري بالمانوال، اشتغلت بالروتري في الجزء الفوقي كله بتاع الكنال، جيت للابيكال بارت خفت انك انت تخش بالروتري ممكن يكون في كيرف اكيوت كيرف، ممكن الكنال فيري نارو، فانت خايف ان يصير لك بروكش فايل بروكن فايل او ليدج، فنقدر نخش بالتكنيك هذه بالفايل المانوال الموسع الجزء اللوتي بالابيكال بارت. التكنيك هذه ممتازه جدا. شو الادفانتج بتاع التكنيك هذه؟ This technique balance and maintain the file central even in the curved canal. قلنا نستعمله فيها او تفيدني في الكيرفد كانال هلبا، لان تقدر تحافظ انت على الفايل في السنتر اوف ذا كانال، بيتر كنترول اوف ذا فايل، تقدر تدير سيلكتيف كاتنج يعني انت تنحي الكميه اللي انت تبداها، ات افويد ترانسبورتيشن. فدائما التكنيك هذه الدكاتره حتفيدك امتى؟ قلنا في لما تقابلك حاله اكيوت كيرفد كانال، فده مش هتقدر تخش له بالروتري او صعب بالروتري او خايف انك تخش بالروتري، فممكن زوز ملي او 3 ملي هذا او نقدر نديرهم بالبالانس فورس تكنيك حتى كبدايه، وبعدين ممكن نكمل بالروتري. عيوبها ان هي طبعا وايد بريبريشن ميل تو بريفوريشن اللي هي حتاكل من الكنال هلبه، لان الكاتنج اللي انت تدير فيه 120 درجه كبير، انستمنت بون تو فراكتشر ممكن مقابل ان يصير فراكتشر، امبروفد تكتايل سنس ريكوايرد تو كنترول ذا انستمنت، طبعا تحتاج الى اكسبيرينس، تحتاج الى تكتايل سنتيشن كويس من الدكتور. اوكي هذا بالنسبه لميني للبالانس فورس تكنيك. عندي تكنيك اسمها ستيب داون تكنيك. ستيب داون تكنيك حتيجي فكرتها نفس الكراون داون تكنيك، حتيجي تندار في تو فيسز. اولا الفيس 1 روت كانال، بدي روت كانال بريبريشن الى الكورونال بارت باي هيد ستروم فايل او الاتش فايل. والفيس 2 على طول بنستعمل جيتس جايدنج دريل تو فلير ذا كورونال سيجمنت اوف ذا روت كانال، تقريبا نفس الفكره. هنا بنجي نوسع الكورونال تيرد بالاتش فايل، وبعد الاتش فايل نخش بالجايدن دريلز، وبعدين ننزل الى الابيكال بارت. اوكي الادفانتج بتاعها ان هي تعطيني ستريت اكسس، اليمينيت كورونال انترفيرنس، تنحي لي اي ريزيستنس موجوده في الكورونال تيرد، فهنا بنوسع الكورونال تيرد كويس. ولما نوسع الكورونال تيرد كويس هنقدر نخش للابيكال بارت بكل سهوله. ات ريموف البلك اوف ذا تيشو اند مايكرو اورجانيزمز بيفور ابيكال شيبنج، يعني هنا قبل ما نوصل للابيكال بارت نحيت البلك اوف ذا كانال، يعني الجزئيه الكبيره من الكنال اللي موجوده في الكنال من بلبل تيشو من مايكرو اورجانيزمز كلها نحيتها، وقدرت ندير لها اريجيشن كويس الجزء الفوقي، تحافظ لي على الوركينج لينت كويس. اوكي ونقدر نخش بالاريجيشن في الابيكال بارت ممتاز. هنا استعملت حاجتين يقدروا يديروا لي كورونال فلينج ممتاز جدا، اللي هم الاتش فايل والجيتس جايدن دريل. الهايبريد تكنيك دكاتره انك انت بتدير كومباينيشن ما بين ستيب باك تكنيك والكراون داون تكنيك. كيف؟ هذه ممكن تستعمل لك زي ما حكيت لك، ممكن تستعملها تقدر تستعمل روتري اند هاند انسترومنت. جي تبدا بالروتري وهذا طبعا نستعمله فيها احنا التكنيك في الوقت الحالي، انك انت مش هتقدر تخش بروتري على طول، لازم تبدا بالمانوال فايل. اوكي المانوال فايل يعني مش بنستعملها، بنستعملها في الباتنسي، بندير بها باتنسي. قلنا باتنسي بنخش بالفايل 10 وبنتاكد ان الكنال مفتوحه من الابيكال فورامن. الهايبريد تكنيك تكلمنا على قلنا الهايبريد تكنيك دكاتره هذه تكنيك بنشتغل بها في الوقت الحالي، اللي هي انك انت حتدير كومباينيشن بتوين ذا روتري فايل اند المانوال فايل، او نقدر نقول كومباينيشن بين ستيب باك تكنيك والكراون داون تكنيك. الكومباينيشن هذا حنديرها بالروتري وحنديرها بالهاند انسترومنت. كيف اللي كنا بنديرها؟ عندي الهاند انسترومنت اصلا لازم في البدايه تخش بالهاند انسترومنت اللي هم الفايل 8 وال10 وال15. شو بندير بهم الفايلات هذه؟ بندير حاجه اسمها باتنسي، بنخلي كنال بيتنت، بنتاكد ان الكنال اوبن من الابيكال اورفيس لحد الابيكال فورم، لان الروتري ممنوع من انبات يخش في كنال كلوزت او بلوكت. بعدين بندير حاجه اسمها جلايت بات. جلايت بات هنا بنبدا ناخذ المانوال فايل اللي هم ال 15 وال 20
ونجيب بيه الانسترومنتيشن في الكنال، بحيث ان لما نخش باول روتري فايل والروتري فايل يلقى مسار كويس في الكنال ويلقى الكنال مهيئه ان هي يخش فيها روتري، ان الروتري طول ما هو يلف يبي حاجه مفتوحه طريق مفتوحه قدامه، لان لو جه الطريق مسكره قدامه حيصير له بروكن وممكن يدير لي لينج. اوكي، فهذه المقاله الهايبريد تكنيك. طبعا انواع الروتري فايل دكاتره هلبه ماشي. من اشهرهم عندنا البروتيبر والبروفايل. هي عباره عن الروتري فايل عباره عن شنو؟ عباره على فايل مصنوع من النيكل تيتانيوم، صاير له مديول لحاجه اسمها هيت تريتمنت، يعني معالج حراريا، بحيث انه هو عنده ميزات عاليه جدا من الفلكسبيليتي ومن الفراكتشر ريزيستنس ومن السايكليك فاتيج. فالفايل بدي يعني يقدر يوسع لي الكنال باشكال وباحجام مختلفه، حتى في الكيرفت كنال وفي الاس شيب كنال، بدنا نقدر نخش ونوسعه ونديره كليننج او نديره شيبنج للكنال دي كويس. فكره الروتري ان احنا بنشتغل بكراو داون تكنيك، بنشتغل قلنا بنشتغل قلنا في الكورونال تيرد، وبعدين بننزل للابيكال تيرد. هيك دكاتره كملنا الكليننج اند شيبنج، ركزنا على التكنيك الزوز هذا اللي هم ستيب باك تكنيك والكاونت داون تكنيك، اللي اكثر تكنيكس نستعمله فيهم في الكليننج اند شيبنج. ان شاء الله المحاضره الاخيره حتكون في الاوبتوريشن، وهيك نكملوا البيزك ستيبس اوف ذا روت كانال تريتمنت.